السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. ربنا يديك الصحة يا رب. كنت وياك. عايز اسأل حضرتك في فتوى عن ذهب الزينة. كنت زمان أعده وأعتبر إن هو من الزينة، إن هو ليس عليه زكاة، هو بالغ النصاب من كام سنة. أنا عن عدم قصد وجهل مني بحكمه وأدام إن هو زينة، كنت بحسب إن هو مش عليه زكاة. دلوقتي لما شفت فتوى لحضرتك إن هو ذهب الزينة لأي غرض إن كان هو عليه زكاة يعني وكده، وهبيع جزء منه وعشان ايه ازكي عشان مش معايا فلوس. السؤال دلوقتي لحضرتك، هل اخرج الزكاه باثر رجع يعني كل السنين السابقه ولا من اول السنه دي؟ معلش حضرتك متاخر. ثاني سؤال، هل في حاله اخراجها باثر رجعي اخرج المبلغ بقيمه الذهب في كل سنه؟ يعني كل سنه مبلغ الزكاه هيختلف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، جزاك الله خيرا على حرصك على دينك. الأخت الكريمة كانت تختار الرأي القائل أن ذهب الزينة ليس عليه زكاة، فتركت ذلك عدة سنوات، وبعدها تعدل رأيها واختارت ما دلت عليه الأدلة من العمومات وغيرها على وجوب إخراج الزكاة عن الذهب عموما. هل تخرج بأثر رجعي؟ لا تخرجي بأثر رجعي، لا تخرجي بأثر رجعي، إنما تخرجي زكاة السنة التي أنت فيها، وبعد ذلك كل عام ما دام الذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول تزكينه، ولا يلزمك الإخراج عن السنوات السالفة. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. وياك، حفظ الله.